دلوقتي صورنا على البليد دوت صورة لمريض، وهنحط الفيلم في الجزء العلوي من الجهاز، هندخل الفيلم ونسيبه من 10 ل 15 ثانية، هنلاقي بدأ يحصل بروسيسنج والفيلم طلع لي في الجزء السفلي. وكمان بدأت تظهر الايمج على الشاشة عندي، اقدر اعمل لها زوم، اقدر اعمل لها اديت، اقدر اتحكم في البرايتنس والشاربنس بسهولة جدا من خلال الوحدة اللي معايا، اقدر كمان انقلها للابتوب بتاعي لو انا عايز اعمل مور بروسيسنج او اعمل لها اكسبورت او اطبعها.